من أجله تزوج أبيه الملك فاروق مرتين، الأولى من فريدة التي أنجبت له 3 بنات هن فريال وفوزية وفدية، ثم تزوج من نريمان التي أنجبت له يوم 16 يناير 1952 الأمير أحمد فؤاد. أحمد فؤاد هو ابن الملك فاروق من زوجته الثانية الملكة نريمان، وتحقق بمولده أمنية والده بإنجاب ولد ذكر كي يرث العرش، وقام بمنح الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة لقب البشوية، وبعد ميلاده دوت في ليل القاهرة طلقات المدفعية إعلانا عن مولد أول طفل ذكر للملك فاروق قبل موعد ولادته الطبيعية بشهر واحد، وأعلنه وليا للعهد. وهذا ما جعل الأمير محمد علي باشا توفيق يبكي بعد أن سمع طلقات المدفع وعرف إن عرش مصر ذهب بعيدا عنه بعد أن كان وليا للعهد منذ تولي فاروق الحكم. كما أن الأمير محمد عبد المنعم شعر بذات المشاعر، خصوصا أنه كان يعتبر الثالث بترتيب العرش بسبب السن، حيث كان حينها بالثانية والخمسين من العمر، بينما كان محمد علي باشا توفيق بعمر 75. بعد 10 أيام من مولده اندلعت أحداث القناة، وذلك من خلال مواجهات شرسة بين القوات البريطانية ورجال الشرطة المصريين في الإسماعيلية. وفي اليوم التالي اندلعت حرائق في القاهرة، وبعد 5 شهور فقط من مولده قامت ثورة يوليو 1952 والتي أدت إلى تنازل والده الملك فاروق عن العرش. تنازل الملك فاروق للأمير أحمد فؤاد عن العرش تحت ضغط الضباط الأحرار في 26 يوليو 1952، وشكلت لجنة الوصاية على العرش المكونة من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات والقائم مقام رشاد مهنا، وذلك إلى تاريخ إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953. وبذلك ظل الملك أحمد فؤاد متوجا على حكم مصر لمدة تجاوزت العام. عاش أحمد فؤاد مع شقيقاته 3 في سويسرا حتى بلغ 21 من العمر، حيث تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عامة بالقرب من منزلهم في سويسرا. حصل أحمد فؤاد بعد ذلك على البكالوريا الفرنسية من مؤسسة روزي الشهيرة في رول وجوستاد بسويسرا، ليلحقها بشهادة جامعية في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جنيف. تزوج بعد تخرجه بدومينيك فرانس بيكار، وهي فرنسية يهودية اعتنقت الإسلام قبل الزواج، واتخذت لقب الملكة فضيلة ملكة مصر. وانتقل الزوجان إلى العاصمة الفرنسية التي عاشوا بها 20 عاما، حيث عمل أحمد فؤاد خلالها مستشارا ماليا واقتصاديا لشركات متعددة. أنجب 3 أبناء هم محمد علي الذي ولد في القاهرة عام 1979، وفوزية التي ولدت في ولاية موناكو عام 1982، وفخر الدين الذي ولد في الرباط عام 1987.